حوالي 3 سنين كنت بصور بتليفوني عشوائي جدا، بس بعد كده بدأت اتفرج على الناس الاجانب واشوف الناس دي بتطلع الكواليتي اللي هي بتعملها دي ازاي. انا كنت بصور بتليفوني، فبعد كده لما كنت بشوف الناس دي بتصور كده ازاي وبتطلع الحاجات دي ازاي، فبدأت ان انا اتعقد. ساعتها قلت لازم اجيب كاميرا واحسن من الكواليتي بتاعتي. في 2018 اشتريت كانون 4000 دي، اصلا ما كانش عندي خبره سابقه عن التصوير او مش التصوير عن الكاميرات يعني. فالكاميرا دي اول ما جبتها علمتني كذا حاجه، لان هي مخصصه للناس اللي بتبدا زي يعني، كانت مخصصه لحاجه زي كده، فكانت علمتني كذا حاجه انا ما كنتش اعرف عنها حاجه خالص يعني. انا ما كنتش اعرف حاجه عن اللينسات، وانت تستخدم اللينس ده وانت ما تستخدمش اللينس ده. بعد كده بدأت أعرف الحاجات دي واحدة واحدة برضو من إن أنا بتفرج على الناس دي وأتعلم منهم الحاجات دي وبيعملوها إزاي. اللينس طبعا بيجي معاه اللي هو اللينس 18-55 اللي هو الكيت لينس، وأنا بصراحة أنا ما بحبش اللينس ده لكذا حاجة. هو ماشي، مش بقول إن هو مش ما ينفعش تصور بيه ومش عارف ليه، أنا كنت مصور بيه حاجات كتير يعني. مثلا أنا كنت مصور بيه صور كتير، وصورت قبل كده فيديوهات وكان قاعد معايا 6 شهور، وكنت مصور بيه صور بصور بيه فيديو يعني. من أول دلوقتي هتكلم الأول عن التصوير، وبعد كده بهاجي للفيديو اللي أنا عشان في كذا حاجة اتكلم. بس انا بقولش يعني انك متستخدمهوش، تستخدمه في الاول حاجة جاية مع الكاميرا، فتبدأ بقى انك تصور بيها لحد ما تبدأ تجيب لينس تاني، لان اللينس ده مليان نويز والكاميرا مش اقوى حاجة او مش احسن حاجة هتديك الكواليتي اللي في دماغك، لان هي مثلا انا مخصصة لأي حد بيبدأ، فهتحط لينس بيطلع نويز على الكاميرا زي دي، فمش هتديك احلى كواليتي. اي حد بيشتري كاميرا يعني ياريت يجيب معاه ال 50 ملي، لان ال 50 ملي ده بيفرق السماء والارض تقريبا بين الكيتنس وبين ال 50 ملي. انا جبت اللينس اللي هو ال 50 ملي ده بعد 6 شهور تقريبا من استعمالي للكاميرا. حتى ما كنتش كنت جبت الكانون، انا كنت جبت ماركه كده اسمها يونج نو تقريبا، كانت ماركه صيني سعرها اقل من الكانون بس بتديك نفس النتيجه تقريبا يعني. مثلا حتى لو نقول هتديك 85 او 90% من الجبتات بتاعه الكانون، فمش هتفرق كتير. فاللينس ده يفرق معاك جدا في الكواليتي، يفرق معاك مثلا في فتحة العدسة، لانه بيبدأ من 1.8، الكيت لينس كانت بتبدأ من 3.5، فهيفرق معاك في انك مثلا لما تيجي تصور بورتريه تبقى حاجة حلوة طبعا احسن من الكيت لينس بكتير. مبدئيا كده بقى يعني انا مش بعمل ريفيو على الكاميرا ولا حاجة. اول حاجة هتكلم عليها وهي التصوير، التصوير بس مش الفيديو اللي هو الفوتوغرافي. انا اول حاجة عشان اخد احسن كواليتي من الكاميرا دي انا بعمل كذا حاجة يعني. مثلا ما بصورش على طول، او اللي هو بفتح مثلا الكاميرا على اي مود واقوم جاي مصور وخلاص، لان انا اقوم جاي اعمل الكاميرا على المانيوال الاول. لازم اجيب الكاميرا على المانيوال عشان تعرف تتحكم في الايزو، فتحة العدسة والشتر سبيد والحاجات دي كلها يعني. اول حاجة انا بعملها انا ما بشوفش من الفيو فيندر خالص، عشان مثلا لما بتيجي تصور حد بورتريه او حاجة ايا كان، بتشوف الاول في الفيو فاندر، وبعد كده تبدا تشوف تاني على الشاشه اللي بره، وبعد كده تبدا تعدل الايزو بتاعك مش عارف ايه، تبدا تعدل الشطر والحاجات دي كلها، فده تضيع وقت. فانا بقوم جاي فاتح الشاشه اللي بره، ما بشوفش الفيو فاندر ده خالص، بظبط كل حاجه مانيوالي قدامي بحيث ان انا اقدر اشوف اللي انا هصوره على طول من غير ما اجرب كذا مره يعني. مثلا بظبط الشطر على طول، بظبط فتحه العدسه، كل ده من اول صوره. فدلوقتي ماشي، انا دلوقتي بشوف الصوره على الشاشه العاديه مش على الفيو فيندر. قبل ما اصور الصوره فانا بعمل كذا حاجه يعني. مثلا ما بصورش الصوره بالالوان الكامله بتاعه الكاميرا دي، فانا بقوم جاي داخل على السيتنج بتاع الكاميرا، فانا الشاربنس بقوم جاي معليه على موجب 7، لان الكاميرا مش هتديك احسن تفاصيل، عايز تطلع منها احسن كواليتي، فانت بتضطر بانك تزود في حاجات تقلل في حاجات عشان وانت بتعمل كولر جريدنج تكون الدنيا مظبوطه معاك شويه. مثلا دلوقتي الشاربنس 0 انا هخليه 7، الكونتراست هخليه سالب 3 عشان لما اجي اعمل كولر جريدنج برده يكون الدنيا سهله معايا ومفيش حاجه تبقى فاقعه او في حاجه ملسوعه. والساتوريشن برده بالكلر تون نخليه نفس النظام، سالب سالب سالب، ما عدا الشاربنس هو اللي اخليه موجب 7، لان هو ده اللي انت عايز تطلع منه اكتر تفاصيل. في ناس بتقلله خالص، لا انا ممكن عايز اعليه عشان عايز اشوف الشاربنس طالع من الكاميرا، ولما اجي اعمل كولر جريدنج تكون الدنيا يعني سهله معايا وكويسه في نفس الوقت يعني، واطلع منها الكولر تون اللي انا عايزه. دلوقتي يعني انا عليت ونزلت حاجات وظبطت السيتنج وكله تمام، شفت من الشاشه اللي بره، بس لسه مش هصور برضه.
في حاجه انا بعملها قبل ما ابدا اصور الصوره يعني عشان برضو تاخد احسن كواليتي، انا ما بخليش الكاميرا على الاوتو فوكس، لان الاوتو فوكس بتاع الكاميرا يعني مش هيديك احسن شاربنس انت بتدور عليه، فانا بخليه مانيوال. بعد كده ببدا اعمل زوم من الكاميرا اللي هو الزوم العادي اللي من الكاميرا، بتك تكتين كده على الزوم بيجيب لي وش اللي انا بصوره او اي حاجه بصورها ايا كان يعني. وبعد كده بعمل مانيوال فوكس انا اللي بستخدمه بايدي، وتشوف ايه هي احسن صوره انت هتلقطها، وتبقى هي دي الصوره اللي هتطلع منها احسن كواليتي باحسن شاربنس احسن تفاصيل وكل تمام. لما تيجي بقى تعمل الكلر جريدنج بتاعك او تحط الكلر تون اللي انت بتعمله ستايلك مثلا اللي انت بتقدمه يعني، فانت بتاخد الصوره فلات وبعد كده بقى انت تبدا تعدل عليها براحتك، وبتطلع الصوره يعني الى حد ما احسن من قبل كده لما انا كنت بصور على طول يعني. ان انا اكيد كنت بصور كنت مبسوط من اللي انا بشوفه بقى على الشاشه وكده، والكاميرا الوانها حلوه ومش عارف ايه، بس لما تيجي تحط الكلر تون بتاعك الدنيا بتبوظ خالص. هو انا مش بروفيشنال بس انا بطلع اقول الحاجه وفرت عليها كذا حاجه يعني. بس هي دي تجربتي مع الفوتوغرافي. انا اصلا يعني مش بصور صور على طول، انا بصور اكتر حاجه فيديو. فخلينا دلوقتي نتكلم عن الفيديو في الكاميرا دي. اول حاجه طبعا لو انت عايز تجيب الكاميرا دي عشان فيديو بس، لا ما ينفعش. هو انت ممكن تجيبها عشان تتعلم عليها فيديو، لكن ما تبداش تصور وتنزل بيها شغل فيديو، هتتعبك. ليه بقى تتعبك؟ الكاميرا دي ما فيهاش مانوال، الكاميرا دي ما فيهاش مانوال في الفيديو. هو كده اي حاجه تحت ايدك اكيد لازم تستغلها، ولو انت معاك ايه حتى لازم تستغله وتطلع منه كواليتي كويس. الكاميرا في الفيديو دي مش هينفع انك تنزل بيها شغل مثلا او تعمل بيها شغل كبير، مش تديك الشغل اللي في بالك، لان الكاميرا ما فيهاش مانوال. فبالتالي لما انت تيجي مثلا تظبط شاتر، تظبط فتحه عدسه، تظبط ايزو، كل ده بيتعمل اوتوماتيك من الكاميرا على طول يعني. مثلا انا عاده لما بستخدم الايزو في الكاميرا يعني، مثلا انا بصور بالكاميرا دي الايزو مثلا على 800 او 400، فبحب ان انا يكون قليل بحيث ان انت ما يبقاش الصوره فيها نويز كتير، وفي نفس الوقت تكون الصوره طالعه نظيفه مش طالعه فيها نويز كتير. الشاتر مثلا بيبقى ده في الفريمات يعني، مثلا الصورة على 24 فريم تبقى مثلا الشاتر بتاعك على 1:50. لما بتيجي تستخدم بقى الفيديو بتلاقي مثلا الايزو بيطلع طالعة غريبة، انا مش عارف فيه يا عم انت. مش مثلا مش بيترفع بقى ل 800 ولا 1600، 6400 في ايه يا عم؟ الكاميرا الصبح مثلا انت بتصور بفتحة عدسة كبيرة 1.8 مثلا ولا حاجة، معاك ال 50 ميلي ما مش هتستغلها خالص، مش هتعرف تظبط فتحة العدسة ولا الشطر ولا الايزو، فبالتالي هتكون كل حاجة فوق وبرضو فتحة العدسة عشان ما يخشش ضوء كتير. انت عايز تخليها 1.8 لا هي بتخليها مثلا في 5 او اف 3.5، فانت ما فين الحاجات دي مش عارف استغلها، وممكن تبقى اف 11 كمان. فانت هو بصراحة الفيديو في الكاميرا دي مش الكاميرا الصبح بتعلي كل حاجة وبتنزل فتحة العدسة بتخليها 5 و6 واكتر كمان، فما بتعرفش تستخدم البوكه اللي موجود في اللينس. عشان تعالج بقى حاجه زي كده بتجيب الان دي فلتر. الان دي فلتر هو عباره عن نضاره شمس للكاميرا بحيث انك ما تدخلش اكتر ضوء، وفي نفس الوقت الكاميرا بقى بتنزل فتحه العدسه لوحدها بتخليها مثلا 2.8 او اقل، لان بالليل كده كده الكاميرا بتقوم جايه معليه الايزو بتاعها على 6400 ومش عارف ايه، بس بتديك ال 1.8 او اقل فتحه عدسه موجوده في اللينس. بس ده ما يمنعش ان انا صورت بيها كل حاجه يعني، انا كنت مصور بالكاميرا دي يعني. انا مثلا لو انت يعني لو حد مثلا مهتم انه يدخل يشوف الفيديوهات اللي انا مصورها قبل كده على اليوتيوب، هتلاقي كل الفيديوهات اللي قبل كده. هو في فيديو قبل يعني انا كنت حاطط فيديو اسمه تقريبا اعلان كريم او حاجه زي كده، ده انا كنت مصوره بكاميرا تانية، كنت مصوره بالكاميرا دي اللي هي السوني A6300. لكن كل الفيديوهات اللي قبل كده كلها متصوره باللي هي الكانون 4000 دي، ما عدا اول فيديو برضه كنت مصوره بتليفوني وكاميرا نيكون تقريبا بتاع واحد صاحبي. انا مش بقول انك ما تصورش فيديو بيها، ومش بقول ان الكاميرا وحشه، لا الكاميرا اكيد هتفرق معاك، هتفرق تعمل ابجريد من موبايل زي ما انا كنت بصور بتليفوني ومش عارف ايه، فاكيد اي كاميرا هتجيبها من بعد التليفون هتبقى احسن، واي كاميرا بتغير لها عدسات هتبقى حاجه حلوه. بس فهو الفيديو عامه مش احسن حاجة، بس انت لازم تستغل اقل حاجة موجودة عندك بحيث انت لما تجيب الاحسن تعرف تستغل اكتر بقى.
وفي الاخر برضه اقول ان انا مش بروفيشنال، يعني انت مش لازم تاخد كلامي ده اللي هو كلام ثقه. انا جربت حاجه وعجبتني وطلع ان انا اتكلم فيها، بحيث ان انت لما تجيب الكاميرا دي تعرف تستعملها كويس. وشكرا لاي حد كمل الفيديو للاخر.